بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله في برنامج إسلامك كاستر. أول ما تفتحون البرنامج راح تعرض لكم هذه الصفحة، فيها الصلاة القادمة وكم باقي على الأذان وكم مضى على الأذان السابق. طبعا تحت عندكم المدة لكل صلاة ومتى يبدأ الثلث الأخير من الليل. إذا انتقلنا حق الصفحة الثانية راح نلقى راديو إسلامي يتم تشغيله عن طريق الإنترنت، ممكن تشغيله أو إيقافه واختيار أي من القراء. في الصفحة الأخيرة مثل ما أنتم شايفين آخر الأخبار. طبعا عندنا القائمة الرئيسية، ممكن نسحب الزر الأعلى وممكن ننتقل من خلاله إلى الصلاة مثلا. في صفحة الصلاة عندنا مواقيت الصلاة اليومية، ممكن نشوف كم باقي على الأذان وكم مضى على الأذان. طبعا ممكن تشغيل أو إيقاف الأذان من هذه الصفحة. الانتقال إلى صفحة الأشهر ممكن إما نضغط على الزر أو ممكن نحرك الصفحة، ومنها ممكن نغير الشهر عن طريق السحب في الأعلى، وبنفس الشيء ممكن نغير اليوم بنفس الطريقة. إذا رجعنا حق القائمة الرئيسية ممكن ننتقل إلى التقويم الهجري. في التقويم الهجري ممكن نغير الشهر بنفس الطريقة، وممكن نرجع حق اليوم عن طريق الزر الأول في الأعلى. مثل ما تلاحظون في أيام عليها علامة فيها تواريخ مسجلة مثل الوقوف في عرفة وغزوة الخندق، وممكن عرض جميع هذه التواريخ عن طريق الزر الثاني في الأعلى. خلونا نرجع حق القائمة الرئيسية وندش على التذكير والأذكار. طبعا في صفحة الأذكار عندنا أذكار من القرآن ومن السنة، ممكن نشر هذه الأذكار عن طريق إما فيسبوك أو تويتر، ممكن أن نعرض القائمة عن طريق الضغط في الأعلى. والحين راح ننتقل حق التذكير. ممكن بهالصفحة أنكم تختارون أن يتم تذكيركم بقراءة سورة الكهف أو صيام الأيام البيض، ممكن تختارون الوقت اللي يتم تذكيركم فيه. والحين راح نشوف مع بعض الإعدادات. راح نتطرق إلى بعض الإعدادات مثل التقويم الهجري، يتم تصحيح التقويم الهجري عن طريق تغيير الوقت أو إصلاح التلقائي. أما إعدادات الموقع فيتم إما الكشف التلقائي لموقعك أو ممكن تحددون الموقع يدويا عن طريق الخريطة. بعد ما تختارون الموقع طقوا ست، راح يتم تحديد هذا الموقع وحساب الصلاة في هذا الموقع. نرجع إلى القائمة، راح نشوف الإقامة في هالمرة. في الإقامة ممكن تختارون 30 دقيقة كإقامة صلاة المغرب مثلا، والبرنامج راح يظل على صلاة المغرب 30 دقيقة قبل لا ينتقل إلى الصلاة اللي بعدها. راح نشوف الحين آخر صفحة اللي هي التواصل. طبعا كل الاقتراحات والأفكار مرحب بها في هذه الصفحة، ممكن تدخلون البريد الإلكتروني عشان نتواصل معاكم. أخيرا ممكن تدخلون الرسالة وضغط زر تم بعدين إرسال عشان توصل لنا الرسالة. طبعا لازم تكونون شابكين في الإنترنت. أتمنى أن هالفيديو كان مفيد وأنكم تستفيدون من البرنامج.